مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة الخميس من كلام في الميديا حلقة بتكون أكيد خاصة جدا جدا، وإن شاء الله هيكون معانا العديد والعديد من الأخبار الهامة اللي هنتكلم فيها خلال هذه الحلقة، وإن شاء الله أكيد في موضوعات مهمة جدا وقضايا كمان مهمة جدا هنتولها مع حضراتكم. لكن قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة أكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. الفترة اللي جاية أكيد هتكون فترة صعبة ومهمة وحاسمة بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خصوصا أن أنت داخل في شهر ثلاثة ده هيكون عندك فيه أربع مباريات غاية في الأهمية، سواء على المستوى القاري بطولة دوري أبطال أفريقيا أو على المستوى المحلي وبطولة الدوري، هذه البطولة الهامة جدا جدا، بطولتين في الحقيقة مهمين جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. البداية هتكون إن شاء الله من خلال أولى مباريات النادي الأهلي في هذا الشهر أمام فريق بتروجيت، فريق جيد وقوي وأكيد عنده دوافع جديدة ومعنويات مرتفعة بعد الانتصارات الأخيرة، فاز في آخر مباراتين أعتقد وعنده مباراة في هذه اللحظات كمان أمام فريق الجونة، لو عارفين النتيجة يا جماعة قولوها لي، 1-1. طيب ففريق ماشي بشكل جيد جدا تحت قيادة الكابتن محمد عودة، طبعا المدير الفني واللي ماشي بشكل جيد جدا مع الفريق، فبالتالي عندهم دوافع، بالتالي من هنا جاية صعوبة هذه المباراة، ودي هتكون أولى مباريات النادي الأهلي في هذا الشهر. كمان هيتخلل هذا الشهر مباراتين في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي هتكون مباراتين أو هما هيكونوا مباراتين حاسمتين في مسيرة النادي الأهلي في هذه البطولة. أنت بتتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة الخاصة بالنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، لكن مهم جدا ان انت بدايه من مباراه فيتا كلوب الكونغولي اللي هتكون في هذا الشهر، ان انت ان شاء الله تقدر تحسم الامور من هناك يبقى احسن، وبعد كده هيكون عندك مباراه اخرى في مصر هنا امام فريق شبيبه الثوره الجزائري، ان شاء الله يكون الحسم من خلال هذا الشهر ومن خلال المباراتين دول في الصعود لدور الثمانيه بطوله دوري ابطال افريقيا. والامل كل الامل اكيد مش بس الصعود لدور الثمانيه، هو الامل والهدف الاسمى بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي هو تحقيق هذا اللقب الغائب عن النادي الاهلي الاكثر من 5 مواسم. كمان هتكون عندك مباراه مع يوم 30 من الشهر اخر ايام هذا الشهر مع نادي الزمالك، ودي هتكون اكثر المباريات حسما في بطوله الدوري الممتاز. النادي الاهلي كالعاده بيسعى لتحقيق هذه البطوله المفضله. كنا بعيد شويه الفتره اللي فاتت عن المنافسه، لكن رجعنا مؤخرا للمنافسه بشكل قوي جدا، فرق النقاط بقى اصبح 4 نقاط ما بين الاهلي والزمالك، ولسه الزمالك كمان عنده مباراتين صعبين جدا سواء امام مقاولين او امام سموحه، فالامور لسه فيها كلام كتير، لكن مهم جدا الامور كلها في رجلك انت، مهم ان انت تركز بشكل كبير خلال الفتره الجايه دي، وان انت تحاول تحسم العديد والعديد من الملفات الهامه، ولعل اهمهم بطولات الدوري وبطوله دوري ابطال افريقيا، عشان كده الاستعدادات قويه جدا من قبل النادي الاهلي خلال الفتره دي. اول مره الفريق يكون عنده راحه تقريبا ما بين المباريات اسبوع، احنا عارفين الفتره اللي فاتت كلها كان كل يومين ثلاثه ماتش النادي الاهلي سواء في بطوله الدوري او في بطوله دوري ابطال افريقيا، لكن ان شاء الله باذن الله راحه الاسبوع دي يتم استغلالها بطريقه مثلى من قبل الجهاز الفني بقياده مستر مارتين لاسارتي، واللي بيؤدي في الحقيقه مستويات أكثر من رائعة مع النادي الأهلي سواء من حيث النتائج أو من حيث الأداء. فبالتالي المرحلة اللي فاتت كمان النادي الأهلي قدر أن هو يحسم أمور كثيرة جدا، وأهمها الانتصارات المتتالية في بطولة الدوري، وصلنا 8 انتصارات متتالية، ده شيء جيد جدا، بترجع للمنافسة بشكل قوي جدا، وكمان بتتصدر مجموعتك في بطولة دوري أبطال أفريقيا. بخلاف الجوانب الرياضية وبالنسبة للنادي الأهلي بالتحديد كان في مكاسب إدارية كبيرة جدا، وبعض القرارات اللي ممكن يكون كان خدها النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي بالتحديد خلال الفترات السابقه. والرساله هنا اللي حابب اقولها بالنسبه لكل المتابعين، مش عيب خالص لما يكون عندك اداره قويه زي اداره النادي الاهلي وتتعلم منها. اداره بتقدر تاخد القرارات الحاسمه بالطريقه المظبوطه من غير اي امور اخرى، يعني لا صوت عالي ولا تويتات ولا كلام على السوشيال ميديا، مش دي عاده النادي الاهلي. عاده النادي الاهلي وادارته دايما ان هم ياخدوا القرار السليم ويفضلوا عند موقفهم وما بيرجعوش في كلامهم ابدا ابدا ابدا، وده كان قرار او كان شيء مهم. فالمكاسب اعتقد سواء مكاسب رياضيه او مكاسب اداريه كانت بالنسبه للنادي الاهلي جيده جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت. طيب كلام كتير، لسه مكملين معاكم في حلقه كلام في الميديا النهارده، عشان كده خلينا نبتدي باهم عناوين الحلقه النهارده. مؤتمر صحفي الاحد لعرض تفاصيل بطوله الاهلي الدبلوماسيه.
أشعة للسولية وإكرامي بعد الإصابة في مران الأهلي. تدريبات بدنية خاصة لوليد سليمان. محاضرة وتعليمات صارمة من لاسارتي قبل مواجهة بتروجيت. مدرب الحراس يكشف حقيقة التفاوض مع عواد وعامر. الجبلية تخاطب الكاف بسبب دوري الأبطال والكونفدرالية. كلوب سعيد بتألق صلاح في خماسية واتفورد. طيب يعني اخبار كتير زي ما قلنا لحضراتكم كده العناوين سواء على المستوى المحلي او حتى المستوى الاوروبي والبطولات العالميه ومحترفينا كمان في الخارج. امبارح كانت مباراه ريال مدريد وبرشلونه في نصف نهائي كاس الملك في اسبانيا، وللاسف بالنسبه لي انا عشان بشجع ريال مدريد يعني للاسف ريال مدريد خسرت بنتيجه 3-0. مجموع المباريات في الاعداد بيقول لي ان هم فرحانين، ماشي يا عم. مجموع المباريات او المباريتين بالتحديد 4-1 لبرشلونه، لكن لسه في مباراه يوم السبت في بطوله الدوري هتكون حاسمه ايضا لريال مدريد. نتمنى ان هم يرجعوا سريعا، الامور مش ماشيه على ما يرام، وخصوصا بعد ما رحل كريستيانو رونالدو النجم الكبير جدا ليوفنتوس. اعتقد ريال مدريد محتاجه كلام كتير وتغييرات وتفويره كده بمعنى الكوره يعني خلال الفتره اللي جايه بالنسبه لهم عشان يقدروا يعودوا بشكل اقوى. هم لسه عندهم فرص كمان في الشامبيونز ليج، عندهم مباراه مع اياكس وكسبوا في ملعب اكس 2-1. ما علينا يعني، المهم كانت مباريات قويه. امبارح كمان كان في ماتش ليفربول وواتفورد، ليفربول قدرت ان هي تفوز بنتيجه 5-0 وبتواصل الصداره بفارق نقطه عن مانشستر سيتي اللي قدر يفوز بالامس بنتيجه 1-0 على اعتقد على كريستال بالاس. فبالتالي صلاح ما قدرش ان هو يحرز اهداف امبارح لكن عمل مباراه جيده. لكن في العموم ان شاء الله كل التوفيق سواء لمحمد صلاح خلال الفتره الجايه، كل محترفينا في الخارج وابرزهم كمان احمد حسن كوكا اللي بيقدر يحرز اهداف كثيره في الدوري اليوناني، عمرو ورده اللي عنده مشكله خلال الفتره اللي فاتت هنتكلم عنها. يعني كتير جدا من الكلام اللي هنتكلمه النهارده في الحلقه الهامه جدا، عشان كده خلينا نبتدي باهم ما كتب على النادي الاهلي في الصحف النهارده. الاهرام، الأهلي يعيد مؤمن زكريا للتدريبات ويبحث احترافه بفنلندا. ملعب الشهداء يثير حيرة الجهاز الفني قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي. المصري اليوم، الأهلي يطالب مؤمن زكريا بالبحث عن عرض أوروبي. ملعب فيتا كلوب يربك حسابات لاسارتي والشناوي يتماثل للشفاء. الدستور، مؤمن زكريا يبحث عن عرض احتراف ولاسارتي يدرس إراحة بعض العناصر. الأهلي يؤجل تمديد عقد أزارو والفريق يغادر إلى الكونغو الأربعاء المقبل لمواجهة فيتا كلوب. الأخبار، الأهلي في حالة تركيز، لاسارتي يكشف عن أحلامه والشناوي وحيد يعودان ونجيب وعاشور وجمال في التأهيل. المسا، استغلالا لفترة الراحة، الأهلي يعيد ترتيب أوراقه، لاسارتي يؤكد عودة نجوم الدكة للمباريات وراحة للمجاهدين. الأخبار المسائي، الأهلي يرتب أوراقه، لاسارتي يجدي على الإجهاد ويطمئن على المصابين قبل مواجهة بتروجيت. الشروق، لاسارتي يرفع الحمل التدريبي للاعبي الأهلي بعد استبعاده نفسيا. المدير الفني يعالج رمضان من قائمة المنتخب ويجهز ياسر إبراهيم وأزارو. روزا اليوسف، لاسارتي خايف من صحوة بتروجيت، تغييرات في التشكيل الأساسي للأهلي وعودة الشناوي. اليوم السابع، لاسارتي ينزع فتيل أزمة إكرامي والشناوي في الأهلي. أوكي ماشي. الجمهورية، مكاسب الأهلي كتير بعد قرار التأجيل، زمن الصبر فات بين لاسارتي والشحات. ماشي. الوفد، عبد الحفيظ وتوفيق في الإمارات لاختيار زي الموسم الجديد. الأهلي يرتب رحلة الكونغو مبكرا
وبرنامج أليخاندرو يتحدى الإجهاد، لاسارتي يذاكر بتروجيت أمام الجونة ويرفض المغامرة بالحاوي. مش عارف يعني كالعادة كده دايما بيكون في بعض الأخبار المستفزة جدا جدا للأسف يعني ومش عارف ليه دايما لما الأهلي بيبتدي يفوق بيبقى في أخبار غريبة وأخبار كلها والغرض منها هو هدم استقرار الفريق. يعني هنتكلم لما تيجي الأخبار دي هنتكلم في تفاصيل فيها أكتر، ويجي يقولك في الآخر إيه إعلام الأهلي قوي. لو إعلام الأهلي قوي مش هنلاقي كل هذه الأخبار الكاذبة، أو اللي مش عايزين نقول كاذبة، مش عايزين يعني ممكن نقول إن هي إيه غير موفقة من اللي كتبوا هذه الأخبار، يعني طريقة غريبة جدا في الحقيقة. لكن نبتدي بالأهرام واللي بتتكلم عن الأهلي بيعيد مؤمن زكريا للتدريبات ويبحث احترافه بفنلندا، وأنا الخبر ده في الحقيقة عايز أقف عنده شوية. مؤمن زكريا خلال الفترة اللي فاتت احنا عارفين قبل ما يروح أحد السعودي وقبل وبعد كمان ما تم فسخ التعاقد مع فريق أحد، يعني كان في كلام كتير جدا على مؤمن زكريا، والبعض انتقد الجهاز الفني بقيادة مستر لاسارتي وكمان كابتن محمد يوسف، وكان الانتقادات عليه قوية جدا جدا بعد تصريحات للاعب نفسه للأسف قالها في بعض البرامج، تصريحات مش عارف هو قالها ليه في الحقيقة. لكن طلعت ان وجهة نظر النادي الأهلي صحيحة في عدم استمرار مؤمن زكريا حتى لو مؤقتا مع الفريق، خصوصا ان هو ما كانش جاهز لا بدنيا ولا فنيا لخوض المباريات مع النادي الاهلي، وده اللي فعلا اكدوا المسؤولين في فريق احد. يبقى مؤمن زكريا لاعب كبير جدا جدا جدا، وكان ليه دور قوي جدا مع النادي الاهلي في بعض الفترات الكبيره واهداف مؤثره، اللاعب هداف بصراحه ولاعب قدراته عاليه قوي مؤمن زكريا. لكن ده ما يمنعش ان هو فعلا الفتره اللي فاتت زي ما كان الجهاز الفني النادي الاهلي قرر او كان شايف ان هو مش جاهز انه يكون متواجد مع الفريق بشكل قوي، وتم تاكيد الكلام ده من قبل احد السعودي في السعوديه ان اللاعب مش هنستفاد منه لانه ما عندوش لياقه المباريات او الناحيه البدنيه عنده غير مكتمله. لكن الاهم من كل ده ان مؤمن كمان الحمد لله الحمد لله ما عندوش اي اصابه ولا كسور عضلي ولا 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 الكلام ولا ضمور عضلي ولا الكلام ده، وقادر ان شاء الله على العوده بكل قوه. الاهم والاهم من كل الكلام ده ان النادي الاهلي بيدعم مؤمن زكريا بشكل كبير. اللاعب النادي الاهلي طبعا فاتح له ابواب التدريبات وهيكون متواجد في التدريبات ان شاء الله مع النادي الاهلي عشان يتم تجهيزه للمرحله اللي جايه. وده على فكره يعني الكابتن محمود الخطيب بنفسه طلب هذه الجزئيه من الكابتن سيد عبد الحفيظ، وده على حسب الكلام اللي قالته جريده الاهرام انه عايزين نجهز مؤمن زكريا الفتره اللي جايه. في نفس الوقت هيتم البحث لعرض خارجي او عن عرض خارجي لمؤمن زكريا في احدى الدوريات اللي ممكن ما يكونش باب القيد فيها اتقفل، وفي بعض على فكره بعض الدوريات اللي باب القيد لسه مفتوحه عندهم، فبالتالي ممكن عشان اللعيب ما يقعدش فتره كبيره ما يكونش بيلعب فيروح احدى هذه الدوريات ويحاول ان هو يشارك وتكون رجله في الملعب عشان ان شاء الله لما يعود يستفاد منه النادي الاهلي كالعاده. اعتقد الفتره اللي فاتت دي درس كبير جدا لمؤمن زكريا، وان شاء الله نتمنى له ان هو يعود بصوره اقوى مما كان عليها، لان هو لعيب اكيد مهم جدا، واكيد اكيد مؤمن زكريا هيكون اضافه للنادي الاهلي، بس مش هينفع طبعا دلوقتي لان هو قواعد ولوائح الاتحاد المصري لكره القدم بتمنع ان انت تأيد اي لعيب، لان خلاص انت قائمتك خلاص اكتملت بشكل كامل، 30 لاعب متواجدين في القائمه، مش هينفع طبعا في الوقت ده ان انت تطلع لعيب او تدخل لعيب او الكلام ده خالص. فان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمؤمن زكريا خلال رحلته القادمه او خلال التدريبات اللي هتكون مع النادي الاهلي لما نشوف الامور هتستقر على ايه. لكن اكيد مؤمن لعيب كويس جدا، وان شاء الله نتمنى له العوده سريعا للمشاركه في المباريات سواء خارجيا لو احترف او تدريبات، ومن ثم لما يتم فتح باب القيد يكون اضافه للنادي الاهلي بكل تاكيد. لكن الاهم برضو من الخبر ده ان النادي الاهلي طلعت وجهه نظره صح، لان البعض انتقد الجهاز الفني سواء مستر لاسارتي او كابتن محمد يوسف، في الاخر طلع من وجهه نظر الجهاز الفني صحيحه. طيب عايز اكمل الخبر معاكم واللي بيقول ان ملعب الشهداء يثير حيره الجهاز الفني. احنا عارفين ان الاهلي عنده مباراه مع فيتا كلوب، قولوا لي التاريخ يا جماعه هيكون كام بالظبط. مباراه هتكون مهمه جدا في الجوله الخامسه من دور المجموعات ودور ال 16 من دوري ابطال افريقيا. المباراه هتكون مهمه وحاسمه لان فريق فيتا كلوب بيمر بظروف صعبه جدا وبيحتل المركز الثالث في المجموعه،
ومهم جدا ان هو يفوز بهذه المباراه. ان شاء الله ما يقدرش انه يفوز على النادي الاهلي، لكن الاهم من كل ده ان ملعب الشهداء اللي هو الملعب اللي بيلعب عليه دايما فريق فيتا كلوب هو احدى الملاعب الصعبه جدا، وبيقدروا يفوزوا في هذا الملعب بعدد كبير من الاهداف. يعني بالمناسبه من 3-4 ايام بالظبط كان في شغب في هذا الملعب من خلال احدى المباريات في الدوري الكونغولي ما بين فريق فيتا كلوب واحدى الفرق اللي معاه في الدوري، والشغب كان بسبب الجماهير. فبالتالي اداره الملعب طلعت بيان بعد هذه المباراه ان هم مش هيسمحوا باستضافه اي مباراه لفيتا كلوب خلال الفتره الجايه لما يشوفوا الاول التلفيات والخسائر اللي في الملعب ايه عشان يحاولوا يصلحوها ويشوفوا يقدروا يستضيفوا مباريات امتى تاني. الموضوع ده ممكن يكون بشكل او باخر اربك حسابات الجهاز الفني، لان الملعب بتاع فيتا كلوب ملعب ترتان، مش عارفين الملعب التاني اللي هيتم الاستقرار على اللعب عليه هيكون طبيعه الارضيه بتاعته ايه. لكن الاهم ان شاء الله ان الفتره اللي جايه النادي الاهلي اكيد من خلال تواصل كابتن سيد عبد الحفيظ كابتن سمير عدلي مدير الاداري مع السفاره المصريه في الكونغو بيبحثوا هذا الموضوع، يعرفوا النادي الاهلي هيلعب على انهي ملعب عشان يتم الاستعداد بالشكل الامثل لهذه المباراه، ويقدر النادي الاهلي ان شاء الله يتخطى هذه العقبه الصعبه جدا. طيب نروح لخبر اخر وهو من جريده الدستور، بتتكلم برضو عن موضوع مؤمن زكريا وان الاهلي بيبحث عن عرض احتراف، وده احنا خلاص اتكلمنا في قصه مؤمن زكريا. حته ان السارتي بيدرس اراحه بعض العناصر ده شيء وارد جدا، خصوصا ان انت كان عندك فتره كبيره من ضغط المباريات غصب عنك، لان انت كان عندك اجهاد كتير قوي، فبالتالي لما بيبقى عندك او عفوا كان عندك مباريات مؤجله كتيره جدا، فبالتالي بيبقى عندك اجهاد بسبب ضغط المباريات دي. فطبيعي ان مستر مارتين لاسارتي يفكر في اراحه بعض العناصر بما لا يخل عن القوام الاساسي للفريق في المباريات، وخصوصا مباراه بتروجيت لا تقل اهميه عن اي مباراه قادها النادي الاهلي قبل كده او هيخوضها النادي الاهلي بعد كده. فده كله طبعا يرجع لحسابات الجهاز الفني سواء مستر لاسارتي ومساعديه. ايضا الجزئيه بقى الاخرى اللي مهمه قوي واللي هي خاصه ب وليد ازارو، والخبر ده كتبه زميلنا العزيز الصحفي في جريده الدستور محمد الدكر، واللي بيقول ان الاهلي يؤجل تمديد عقد وليد ازارو. ماشي مش مشكله، هو ممكن الاهلي يكون بيأجل تمديد عقد وليد ازارو، لكن متن الخبر يا ريت ترجع لي كده يا عماره بس دقيقه واحده عشان بس نوضح للناس، لان واجب علينا او واجبنا ان احنا نكون نوضح لجمهور النادي الاهلي اي حاجه بتتكتب ممكن تكون خاطئه او ممكن يكون جانب التوفيق كاتب هذا الخبر. ده طبيعي وده واجبنا ان احنا نوضح لكل جمهور النادي الاهلي عشان ممكن الامور تشغل دماغهم بشكل او باخر. فبالنسبه لموضوع وليد ازارو اللي قاله زميلنا العزيز محمد دكر في جريده الدستور، هو قال ان الاهلي بيأجل تمديد عقد ازارو. هو الفتره اللي فاتت فعلا في تفكير او في اتجاه لتجديد عقد وليد ازارو لسه في سنه ونص، لكن الموجود في متن الخبر ان قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي تأجيل تمديد عقد اللاعب المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق الى نهايه الموسم الحالي. ليه بقى؟ المكتوب ليه بقى؟ بناء على طلب الاوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني. والقرار جه من كابتن محمود الخطيب لما عقد جلسه مع المدير الفني واللي رحب في هذه الجلسه على بيع وليد ازارو. يعني الكلام ده عاري تماما من الصحه، خليني اقول لكم واللي احنا بنقوله هنا دايما بيبقى معلومات، احنا مش بنقول اي استنتاجات ولا بنقول اي حاجه. ان الاتجاه هيكون قوي جدا او مش هيكون، هو اوريدي في اتجاه قوي جدا جدا من قبل الجهاز الفني من قبل الاداره او المشرف العام على الكوره طبعا كابتن محمود الخطيب في تجديد عقد وتحسين عقد وليد ازارو، بس مش مجرد تجديده هيكون في تحسين كمان العقد هذا اللاعب. وخليني اقول لكم ان في اجماع من الجهاز الفني بالكامل على مدى اهميه وليد ازارو ومدى القدرات الكبيره اللي بيمتلكها هذا اللاعب، وان هم محتاجينه جدا خلال الفتره اللي جايه، بل بالعكس كمان هم رافضين اي عروض ممكن تقدم لهذا اللاعب. الامور يعني وارد ان هو يجي له عروض، وارد ان يبقى في كلام عليها، ممكن يبقى مقابل مادي كبير جدا النادي الاهلي ممكن يوافق عليه، لكن في قناعه تامه من قبل مستر مارتن لاسارتي بوليد ازارو. الكلام ده عاري تماما من الصحه، والاهلي مستني التوقيت المناسب للاعلان عن تجديد عقد وليد ازارو وبعد الانتهاء من المفاوضات والكلام من ده.
وخصوصا النادي الاهلي يعني ماشي في اتجاهين مهمين جدا، سواء بطوله الدوري اللي بينافس عليها بكل قوه وهدفه الاساسي والرئيسي، وايضا الهدف الاسمى كمان بطوله دوري ابطال افريقيا. فاكيد في توقيتات مناسبه كده بيختارها النادي الاهلي لتجديد عقود بعض اللاعبين المميزين اللي محتاجهم النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وابرزهم واهمهم بكل تاكيد واحنا بناكد لكم اهو وليد ازار. طيب نروح لخبر تاني من الاخبار. الاهلي في حاله تركيز، وده شيء بديهي وطبيعي لان الفتره اللي جايه زي ما قلت لكم فتره حاسمه، ومستر مارتن لاسارتي بيكشف عن احلامه مع الفريق، وشناوي وحيد يعودان ونجيب عاشور وجمال في التاهيل. طيب يعني حاله التركيز للنادي الاهلي عليها الفتره دي حاله طبيعيه جدا وبديهيه جدا، وخصوصا النادي الاهلي عنده مباراه مهمه زي ما قلت لكم امام فريق بتروجيت العائد بقوه، كان المركز الاخير دلوقتي صعد بعض المراكز، وطبيعي جدا ان انت تركز في كل مباراه. والميزه عند النادي الاهلي ان هو بياخد كل ملف على حده وكل مباراه على حده، وده اللي بينجح النادي الاهلي سواء على المستوى الاداري او حتى على المستوى الرياضي يعني. فبالتالي من ضمن كمان الحاجات المهمه جدا وهي بعض الاصابات اللي في صفوف الفريق، واحده واحده النادي الاهلي ابتدى يتخلص من قائمه الاصابات بحيث ان يعود اللاعبين المصابين خلال الفتره الحاليه والفترات السابقه الكبيره جدا لقوام الفريق على حسب طبعا الرؤيه الفنيه للجهاز الفني بقياده مستر لاسارتي. فبالتالي الشناوي بيعود خلال الفتره اللي جايه بيتمرن وبيتدرب بشكل جيد جدا، ومحمود وحيد الناس كانت بتسال عليه مستغربين ان هو خارج القايمه، هو كان عنده نزله برد شديده شويه ابعدته عن اخر مباراتين ما كانش متواجد في القايمه اطلاقا، فبالتالي هو خلاص بيعود. كمان محمد نجيب احد عناصر الخبره الكبيره، حسام عاشور احد عناصر الخبره واللاعب المهم جدا خلاص بيتعافوا من هذه الاصابات، وعمر جمال كمان بيواصل التاهيل في الجيم وهو لاعب ايضا مهم وتم قيده في شهر يناير الماضي في القائمه المحليه بالنسبه للنادي الاهلي. فالفتره اللي جايه ان شاء الله هيكون في اخبار ساره ومهمه جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، وهيبقى في تحسن كبير ان شاء الله من حيث عوده المصابين والاضافه اللي هيضيفوها اكيد لفريق النادي الاهلي، وهتبقى الخيارات مفتوحه بالنسبه لمستر لاسارتي في اختيار القائمه وكمان تشكيل المباريات، وده هيدي يعني حيره لذيذه بالنسبه للجهاز الفني خلال الفتره الجايه ان شاء الله. نروح لخبر اخر، وعايزين تقولوا حاجه يا جماعه؟ ماشي اوكي. نروح لخبر اخر وخاص بالمسا، وقالت استغلالا لفتره الراحه الاهلي يعيد ترتيب اوراقه، لاسارتي يؤكد عودة نجوم الدكة للمباريات وراحة للمجهدين. وزي ما قلت لحضراتكم أول مرة النادي الأهلي ياخد هذه الفترة من الراحة ما بين المباريات، 7 أيام تقريبا أو 8 أيام بالظبط ما فيش مباريات بالنسبة للنادي الأهلي، بناء عليه بعد مباراة الجونة الأهلي كان خد يومين راحة وبعديهم عاد للتدريبات بالأمس في تدريبات مهمه، والنهارده ايضا تدريبات هامه، وكان في بعض الجوانب البدنيه وتركيز على الناحيه البدنيه بشكل كبير، وخصوصا ان انت لسه المباراه اللي جايه عندك هتكون يوم 4 اللي هو يوم 2 القادم، فاكيد كان في برنامج تدريبي معين من قبل الجهاز الفني. عوده نجوم الدكه المباريات وراحه المجاهدين، ده كل شيء الكلام ده كله يعود لمستر مارتن لاسارتي والجهاز المعاون بالتشاور ما بينهم، طبعا هم بيختاروا الانسب والافضل للنادي الاهلي في مختلف المباريات. الشروق كمان خبر اتكلمت فيه عن ان مستر لاسارتي بيرفع الحمل التدريبي للاعبي النادي الاهلي، وبالتحديد كمان بيتكلموا عن رمضان صبحي، واحنا عارفين ان قائمه المنتخب خرجت اول امس بالظبط، وكان في توقع ان ممكن رمضان صبحي بعد تألقه الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي ان هو ينضم لمنتخب مصر الاول، بالتالي القائمه ما كانتش بتشمل رمضان صبحي، فالجهاز الفني قعد معاه قعده نفسيه شويه من قبل المدير الفني وكاده مستر مارتن لاسارتي، وده على حسب طبعا اللي جريده الشروق بتقوله. وعلى فكره رمضان صبحي لعيب كبير جدا، وهدف من اهدافه الاساسيه ان هو يكون متواجد في بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله اللي هتقام في مصر يوم 26 او يوم 6 هتبتدي يوم 21 من شهر 6 القادم، فبالتالي هتكون لسه الفرصه قائمه بالنسبه لرمضان صبحي، وهو مدرك الجزئيه دي بشكل جيد جدا، وممكن يكون في استقرار على الامكانيات الفنيه الكبيره لرمضان صبحي، فبالتالي المعسكر اللي جاي بتاع منتخب مصر اللي هيكون في شهر مارس اللي هو يوم 18 الشهر القادم
الاتجاه اكبر للوقوف على امكانيات ومدى استفاده المنتخب من بعض العناصر الجديده اللي احنا شفناها في هذه القائمه. لكن رمضان صبحي يبقى لعيب كبير، وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق خلال الفتره الجايه ان هو ينضم لقائمه المنتخب. روزا اليوسف بتقول ان لاسارتي خايف من صحوه بتروجيت وتغييرات في التشكيل الاساسي للاهلي وعوده الشناوي. هو موضوع مش موضوع خوف، الفرق هي اللي بتخاف من النادي الاهلي، مش الاهلي هو بيخاف من الفرق، لكن ده ما ينفيش اهميه هذه المباراه امام فريق بتروجيت، وخصوصا زي ما بتقول كده في جريده روزا اليوسف ان في صحوه من قبل بتروجيت بعد المباريات الاخيره. وموضوع التغييرات في التشكيل الاساسي ده وارد بشكل او باخر، خصوصا في ظل اجهاد بعض اللاعبين اللي شاركوا على مدار المباريات العديده الماضيه، وكمان عوده الشناوي سواء الشناوي او اكرامي. وده الخبر اللي انا بقى عايز اتكلم فيه، الخبر اللي جاي واللي اعتقد خبر مش عارف الفتره اللي فاتت كلها الناس كلها تتكلم عن شريف اكرامي ومحمد الشناوي. وده اللي هيخلينا نروح لجريده اليوم السابع واللي قالت ان لاسارتي بينزع فتيل ازمه اكرامي والشناوي في الاهلي. يا جماعه والله ما في اي ازمه خالص ما بين الاثنين، كل واحد عارف دوره بشكل كويس جدا داخل النادي الاهلي، وكل واحد لما بيطلب منه ان هو يلعب بيكون موجود وبيأدي بشكل جيد. الشناوي كان ماشي كويس قوي لحد ما اتصاب، اتطلب من شريف اكرامي انه يلعب، لعب وتألق وشارك بشكل جيد، وبعد كده رجع الشناوي لعب، وبعد كده اتصاب ورجع لعب شريف اكرامي. ليه الكلام الكتير ده؟ وزي ما بقول لحضراتكم، هو الاهلي لما بيبتدي يفوق بتطلع الاخبار دي ليه؟ انا مش عارف. مفيش اي ازمه خالص خالص ما بين اكرامي والشناوي، وكل واحد عارف اللي مطلوب منه، واجباته ايه داخل النادي الاهلي. والاثنين لعيبه كبار وحراس كبار جدا في الكره المصريه بشكل عام، واي واحد فيهم هيكون بيلعب في الملعب الثاني هيكون اكبر مساند ليه من على دكه البدلاء، وده شيء انا مؤكد جدا جدا ومتعودين عليه دايما من قبل لعيبه النادي الاهلي. فاعتقد خبر عاري تماما من الصحه اللي قالته اليوم السابع، واللي هو الخاص بازمه ما بين اكرامي والشناوي في الاهلي، خبر عاري تماما من الصحه يا جماعه. احنا بناكد عليكم هذه الجزئيه، والامور على ما يرام بشكل كبير جدا، وكل لعيبه النادي الاهلي بالمناسبه على قلب رجل واحد، وعارفين اهدافهم كويس قوي خلال الفتره اللي جايه اللي بتكمن في اسعاد جمهور النادي الاهلي من خلال حصد البطولات، واهمهم بطوله الدوري ودوري ابطال افريقيا. طيب الجمهوريه بتتكلم عن مكاسب الاهلي كتير بعد قرار التاجيل، زمن الصبر فات بين لاسارتي والشحات. طب دي برده من ضمن الاخبار الغريبه. طب نبتدي الاول، اول جزء من الخبر هو خاص بمكاسب الاهلي بعد التاجيل. هو قرار التأجيل كده كده لو ما كانش طلع الأهلي ما كانش هيلعب، يعني كده كده لو ما كانش في تأجيل لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر الأهلي ما كانش هيلعب. الحالة الوحيدة الأهلي كان هيلعب فيها لو كانت المباراة في الدوري، لكن أيا كان احنا بنحترم قرارات الأمن اللي أكيد أكد إن ما يكونش في أي مباراة لكأس مصر خلال الفترة دي، فبالتالي تم تأجيل المباراة أصلا. فكده كده الأهلي كان هياخد في هذه الفترة من الراحة، واللي من خلالها بيبني عليها الجهاز الفني او بيبني من خلالها الجهاز الفني امور كتيره خاصه بالفريق سواء من الناحيه الفنيه او من الناحيه البدنيه. الجزء الثاني بقى من الخبر وهو الخاص ب حسين الشحات ولاسارتي، وهم كاتبين او بيتكلموا على ان خلاص مستر مارتن لاسارتي زهق او خلاص صبره نفذ من حسين الشحات، وان اللاعب ما بيتالقش مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، ففي اتجاه ان مستر مارتن لاسارتي ما يلعبوش. الكلام ده مش الامور ما بتمشيش كده يا جماعه خالص من الناحيه الفنيه، وانا دوري هنا مش ان انا اطلع عنفي وخلاص، لكن هو الموضوع بيتاخد بعقلانيه ومنطقيه. حسين الشحات لاعب كبير جدا جدا ومؤثر جدا، وعلى فكره الفتره اللي لعبها مع النادي الاهلي ممكن ما يكونش هو حسين الشحات اللي احنا مستنيينه، لسه مستنيين منه اكتر من كده بكتير، لكن في نفس الوقت مش لاعب سيء خالص او ما ساهمش مع النادي الاهلي سواء في اهداف او في صناعه اهداف. اللاعب اعتقد صنع بعض الاهداف واحرز هدف امام المقصه في اولى مبارياته في بطوله الدوري على ما اتذكر يعني، لكن ضغط كبير موجود على حسين الشحات سواء من الجماهير او من الاعلام، خصوصا ان هو جاي برقم كبير جدا للنادي الاهلي. لكن في توقيت ان شاء الله الناس كلها هتشوف مدى اهميه حسين الشحات في صفوف النادي الاهلي، وكمان ان شاء الله باذن الله تالقه مع النادي الاهلي خلال الفتره الجايه هينقله لمنتخب مصر قبل بطوله الامم الافريقيه، هذه البطوله المهمه جدا. لكن الامور ما بتمشيش يا جماعه بالشكل ده خالص والله يعني. طيب دي كانت اخبار او ابرز اخبار النادي الاهلي في الصحف النهارده، نروح نشوف بقى ايه اللي اتكتب عن النادي الاهلي في المواقع. الموقع الرسمي للاهلي، تفاصيل بطوله الاهلي الدبلوماسيه في مؤتمر صحفي الاحد. الموقع الرسمي للاهلي، لاسارتي يحاضر لاعبي الاهلي قبل المران.
البوابة سبورت، لاسارتي يخصص فترة كبيرة للتدريب بالكرة في مران الأهلي. الوفد تعليمات فنية صارمة للاعبي الأهلي قبل مباراة بتروجيت. يلا كرة سليمان، الأهلي لم يفاوض عواد أو عامر، لطفي يحتاج للصبر ويمتلك ثلاث حراس متميزين. الشروق إكرام يغادر مران الأهلي مصابا. المصري اليوم إكرامي يجري أشعة على عضلة السمانة. موقع الرسمي للأهلي السلية يجري أشعة على العضلة الأمامية. اليوم السابع حسام عاشور يعالج الأمامية بالثلج وتألق أزاره في مران الأهلي. فيتو أليخاندرو يقود تدريبات بدنية خاصة لوليد سليمان في الأهلي. الفجر الرياضي عمرو جمال يؤدي جلسة في الجيم. يورو سبورت عربية في 50 يوما فقط لاسارتي يحقق نصف نقاط الأهلي في الدوري. طيب خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناة الاهلي واللي حضر اكيد تدريبات الفريق النهارده عشان نطمن منه على كل ما يخص فريق النادي الاهلي خلال هذه المرحلة، وخصوصا ان هو من احد المقربين بشكل كبير جدا للفريق واكيد معاه في كل مكان. زميلنا العزيز كريم احمد، برحب بك يا كريم. اهلا بك زميل عزيز امير هشام، اهلا بيك واهلا بكل مشاهديك ومتابعيك من خلال شاشه قناه الاهلي. اهلا بك يا كريم، عايزين نطمن من خلالك عن كل ما يخص النادي الاهلي سواء من استعدادات لمرحله مهمه مقبله تبدا بمباراه بتروجيت او كمان فيما يخص اصابات النادي الاهلي خلال هذه الفتره. باكد على كلامك طبعا، اكيد امير مرحله مهمه جدا طبقا للجدول الدوري والترتيب ووصول النادي الاهلي لعدد نقاط ان شاء الله باذن الله تدريجيا نصل لمكانه الطبيعي وهو المركز الاول. استعدادات مكثفه لمستر مارتن والجهاز الفني بالكامل لمواجهه بتروجيت. يمكن الراجل بيشتغل امير بكل قوه مع فريق النادي الاهلي ومع الجهاز بمحاضرات مستمره، جلسات فرديه مع اللاعبين، كل مره يمكن بيحاول ان هو يجتمع بحد من اللاعبين لتوجيهات معينه. النهارده قبل انطلاق المران باكثر من ساعه كان متواجد، كان جيرالدو كان متواجد على دكه البدلاء اتكلم معاه واداله نوع من انواع التحفيز. رمضان صبحي ايضا كمان كانت جلسة معاه قبل انطلاق المران. المران بدأ النهارده كان في أكثر من فقرة تدريبية تخللها بعض الفقرات البدنية لألخاندرو مخطط الأحمال للحفاظ على اللياقة البدنية، مع أيضا كمان تخفيف الحمل لأن الضغط الكبير والتلحم الكبير اللي بيقابل النادي الأهلي محتاج يكون في توزيع الحمل بشكل عام. مستر مارتن النهارده كان جزء الكورة أكثر من 40 دقيقة، حاول إن هو يبقى فيه شكل مختلف في التدريب، حاول إنه يعمل ثلاث تقسيمات في الملعب بشكل كامل ثم تقسيمة أخيرة في نهاية المران، بيحاول إنه هو بعد الوقوف على الثغرات والوقوف على كل نقاط الضعف من متابعته لفريق بتروجيت سواء في مباراته الأخيرة ولسه كمان يمكن بتروجيت عنده مباراة اليوم مع فريق الجون اللي هيكون فيها كمان متابعة للجهاز الفني. خلاص يمكن بشكل عام مستر مارتن بيحاول الوقوف على كل نقاط القوة والضعف وبيطبقها كمان مع اللاعبين. النهارده كنا بنشوف بعض الكورسات بعض العربيات كان بيأكد عليها، لكن الحالة العامة بالنسبة لعيبة النادي الأهلي الحالة المعنوية مرتفعة بشكل كبير، لكن الإصابات يا أمير أكيد يعني بتبقى شيء محزن على الجمهور وعلى اللاعبين بشكل عام. النهارده يمكن شريف اكرامي في منتصف المران كان في تقسيمه قويه زي ما قلنا مستر مارتن كان بيحاول ان هو يوجه فيها اللاعبين، شفنا شريف اكرامي يمكن مباشره يمكن وقع على الارض وتوجه للاعبين بالكامل مع الجهاز الطبي، يعني عنده شد في السمانه ده اللي واضح حتى هذه اللحظه. الاشعه طبعا اللي هتحدد الموقف او التشخيص الطبي الكامل لشريف، لكن ان شاء الله ما نخسروش شريف خلال المرحله القادمه. الشناوي عائد، يعني الشناوي يمكن شارك كمان النهارده المران الجماعي بكل قوه، لكن اكيد شريف والشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ايضا كمان لما بيكونوا متواجدين وجاهزين بيبقى افضل بكتير ان انت عندك اي نقص من الحراس. ان شاء الله شريف نطمن عليه قبل انطلاق مران الغد اللي هيكون في تمام الساعه 10. عمرو السوليه ايضا كمان امير رغم جاهزيته الكبيره وادائه اكثر من رائع، لكن الاصابات بتلاحق لعيبه النادي الاهلي، شكواه النهارده من العضله الاماميه، يعني كانت حاجه بسيطه لكن النهارده الراجل كان بيأدي للتدريب وكان في تقسيمه مميز بشكل كبير جدا، لكن واضح ان هو اشتكى من بسيط جدا. ان شاء الله يكون في العضله الاماميه، غدا ايضا يكون في تشخيص طبي واشعه ليه
عمرو السوليه ان شاء الله ما تبقاش الاصابه كبيره، تبقى شد بسيط ويستكمل مع النادي الاهلي مشواره في الانتصارات والاداء المميز سواء في بطوله الدوري او في البطوله الافريقيه. بشكل عام كل المصابين بحسام عاشور ومحمد نجيب ووليد سليمان وعمرو جمال الكل بيأدي طبعا اقل التاهيل الخاص بيه ضمن البرنامج الموضوع، لكن وليد سليمان عايز اخصه طبعا يا امير. وليد يمكن جاهز طبيا لكن في تأني كبير ان هو يشارك في التدريبات الجماعيه، وده تفضيل فني من مستر مارتن. عايزين طبعا وليد يكون جاهز بشكل كبير 120% كمان يكون جاهز وليد سليمان، لان ان شاء الله المرحله اللي جايه فيها تلاحم كبير جدا البطوله الافريقيه وبطوله الدوري، الكل يكون جاهز يا امير ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعود من جديد لمكانه الطبيعي في جدول الدوري ومن الحفاظ ان شاء الله على لقب بطوله الدوري العام. طيب كريم، عايز اسالك سؤال مهم جدا عشان انت واحد من الناس اللي دايما بتتابع التدريبات ودايما مع الفريق في كل حته. فالكلام الفتره اللي فاتت كتير على علاقات اللاعبين ببعضهم، بالتحديد مثلا شريف اكرامي والشناوي وعلاقات مستر لاسارتي باللاعبين. عايزك ترد معايا على الكلام ده، وانت من الناس اللي بتبقى متابعه جدا وبتبقى متعايش مع الفريق بشكل كبير جدا. الامور بتبقى ماشيه ازاي ما بين الجهاز الفني واللاعبين وما بين اللاعبين وبعضهم يا كريم؟ يمكن امير لما بتلاقي النادي الاهلي طالع في اتجاهه الصحيح، مكسب واداء وجمهور سعيد، لازم تلاقي الاخبار دي ابتدت تطلع، ولازم تلاقي بيحاول ان هم طبعا يهدوا الروح المعنويه للاعيبه النادي الاهلي. يعني اقدر اقول لك يا امير مستر مارتن لاسارتي يمكن من المديرين الفنيين المميزين جدا في الجانب النفسي، ويمكن لقائي الاخير معاه كلمته على الجانب النفسي قال لي الكوره فيها اربع حاجات لابد يكون الجانب النفسي مميز، الجانب الخططي، الجانب الذهني. الراجل بيشتغل بشكل كبير جدا مع اللعيبه، واللعيبه كمان ابقى بنتكلم معاها بيقولوا الراجل في الحته دي مميز جدا، بيتكلم مع كل اللعيبه، عارف امتى يتكلم مع اللعيب في التوقيت ده وامتى يدي اللعيب فرصه. شريف اكرامي والشناوي كابتن طارق سليمان باكد على الامر ده، المنافسه شريفه جدا بين كل الحراس، شريف اكرامي وقائد فريق النادي الاهلي وكابتن فريق النادي الاهلي. احنا بنشوف حاجات في الكواليس يا اميره بنبقى متواجدين في بطولات افريقيا، وشريف قاعد على دكه البدلاء، شريف بيبقى هو اللي قلبه على الفرقه وهو اللي موجود وهو اللي واقف عينه على دكه البدلاء، وده امر طبيعي لكل اللعيبه. لكن بخص شريف لانه واحد من كباتن النادي الاهلي، شريف من الرموز اللي اكيد كل الشباب وكل مصطفى شوبير ومحمود طارق سليمان كل الحراس المرمى اللي طالعين بيحتازوا حظه وبيسالوه. شريف اكرامي والشناوي علاقتهم رائعه ببعض، لكن منافسه شريفه. الاختيار الفني بيبقى صعب للجهاز الفني نظرا للحاله البدنيه والمعنويه والفنيه اللي بتبقى عاليه للاثنين الحراس من خلال التدريبات. مفيش اي مشاكل امير، هو النادي الاهلي اما بيوصل وبيصعد خلاص بيبقى داخل على هدفه الطبيعي وهو تحقيق البطوله. لازم تلاقي الاخبار دي الامور كلها مطمنه، وبنطمن كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله الدوري اهلاوي باذن الله. ان شاء الله باذن الله يا كيمو، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا. زميلنا العزيز كريم احمد مرئيس القناه الاهلي واللي اتكلم معانا في كل ما يخص مران الاهلي سواء النهارده او بالامس واستعدادات النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. هنواصل معاكم كل فقرات حلقة كلام في الميديا النهاردة، استنونا بعد فاصل. رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل، ولسه بنواصل تعليقنا على بعض الأخبار الهامة جدا واللي بتخص النادي الأهلي واللي كتبت النهاردة في المواقع، وبالتحديد عايزين نتكلم عن يورو سبورت عربية واللي كتبت خبر ان في 50 يوم بس لاسارتي بيحقق نصف نقاط الاهلي في الدوري. والخبر هم كاتبين طبعا فيه تفاصيل كتير فيما يخص الارقام، لكن النادي الاهلي حتى الان حقق 48 نقطة في بطولة الدوري. مستر لاسارتي من ساعة ما جه لعب 9 مباريات في بطولة الدوري، خسر أول مباراة أمام بيراميدز، بعد كده كسب 8 مباريات متتالية، فبالتالي قدر إن هو يحصد 24 نقطة، والنادي الأهلي كان أصلاً عنده 24 نقطة قبل ما هو يجي، فالمجموع 48 نقطة، وده بيعكس مدى التألق أو مدى انسجام السريع اللي حصل ما بين مستر مارتن لاسارتي وفريق النادي الأهلي وعناصر ولاعبي الفريق وكمان عناصر الجهاز الفني، وده شيء جيد جدا، ومستنيين كمان المزيد من مستر لاسارتي في الفتره اللي جايه. في بعض المباريات بيبقى الاداء رائع جدا، وبعض المباريات بيبقى الاداء مش بالشكل اللي احنا مستنيينه، لكن دايما بتبقى النتائج واحده وهو الفوز بالنادي الاهلي، حتى لو في مباراه او اثنين خسرناهم ده شيء وارد، لكن اكيد لازم يكون في مسانده قويه للجهاز الفني واللاعبين خلال المرحله اللي جايه. كمان في خبر مهم جدا هو لسه جاي لي دلوقتي وهو خاص باليوم السابع، وخلينا اقرا على حضراتكم الخبر، وهو ان الفيفا يرفض استئناف كلوبالي ويعتمد تغريمه مليونا
و 436 ألف دولار للأهلي. احنا عارفين طبعا كلنا سليماني كولوبالي اللاعب الأهلاوي السابق اللي كان متواجد في صفوف النادي الأهلي منذ أكثر من موسم ونصف، واللي هرب فجأة كده بعد مباراة القطن الكاميروني هناك في الكاميرون، وكان ليه طبعا أسانيد وكلام ملوش أي أساس من الصحة للأسف يعني. وللأسف اللاعب ده لبس تيشيرت النادي الأهلي في يوم من الأيام، لكن ما علينا، كان في طبعا قضايا ومداولات كتير جدا، واللي بناء عليها رفضت المحكمة الرياضية الدولية استئناف الإيفواري سليماني كولوبالي مهاجم الأهلي السابق، واعتمدت تغريمه مبلغ 1,436,000 دولار لصالح الأهلي، وشيء جيد جدا في الحقيقة. وكانت المحكمة الرياضية قد قررت تغريم كولوبالي 1,436,000 دولار لصالح الأهلي بعدما هرب اللاعب من القلعة الحمراء في مايو قبل الماضي دون أسانيد مقنعة زي ما قلنا لحضراتكم. فبالتالي يعني النادي الأهلي دايما بيبقى مستف أوراقه بشكل جيد جدا، ودي ميزة من مميزات إدارة النادي الأهلي على مر العصور مش بس المجلس الحالي يعني. وده الرسالة أو دي الرسالة أنا عايز أقولها للناس كلها، مش عيب جدا لما تتعلم من إدارات النادي الأهلي على مر العصور، لأن نادرا لما بيغلطوا يعني. فده أكيد ده خبر مهم وسعيد بالنسبة للنادي الأهلي. خلينا سريعا بقى نروح لأهم الأخبار المحلية وأهم الأخبار العالمية وكمان أخبار محترفين في الخارج. اليوم السابع، الجبلية تكشف عن طريقة اختيار الأندية المصرية المشاركة في بطولات الكاف. فيتو، مجلس الجبلية يطالب رئيس لجنة الحكام بعدم الحديث عن تقنية الفار. الفجر، شوقي غريب يطالب بانضمام نجم الأهلي إلى المنتخب. سوبر كورة، عمرو وردة يعتذر لجماهير أيك أسينا بعد أحداث كأس اليونان. الشروق، كلوب صلاح قدم أداء استثنائيا أمام واتفورد. سكاي سبورتس، سولسكاير يهزم السير أليكس فيرسون برقم تاريخي. أس كازيميرو، عصر رونالدو انتهى ولن يعود ولا تظلمه فينيسوس. سبورت 360، رئيس ريال مدريد السابق مورينيو سيخلف سولاري. طيب في اخبار محليه كتير وكمان اخبار عالميه وبعض الاخبار الخاصه بمحترفينا في الخارج. خلينا نبتدي باليوم السابع، واللي قالت ان الجبليه هتكشف عن طريقه اختيار الانديه المصريه المشاركه في بطولات الكاف. احنا كلنا عارفين ان الموسم ده يعتبر موسم استثنائي، وان الدنيا صعبه جدا على الدوري المصري وفي بطوله الامم الافريقيه، كل الكلام اللي احنا كلنا عارفينه ده خلاص. فبالتالي المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم هيحاول مع الكاف من خلال الحديث معهم ان هم يستثنوا الانديه المصريه، لان الكاف احنا عارفين ان هم بيبقى ليهم ميعاد معين للابلاغ ان هم يتبلغوا بالانديه اللي هتشارك في البطولات سواء بطوله دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه. احنا عارفين الموسم هيخلص اعتقد شهر 9 او في شهر 10 كمان، فبالتالي هيكون خلاص البطولات اصلا ابتدت في شهر 8 البطولات الخاصه بالكاف. فمن هنا هيحاول المهندس هاني ابو ريده بالحديث مع المسؤولين في الكاف ان هم يستثنوا الانديه المصريه لحد ما يبقى في يعني شكل للفائز بالبطولات او البدايه او نهايه المسابقه بشكل عام في مصر، او لو حتى حسمت بدري شويه هيتم ابلاغ الاتحاد الافريقي. يعني كلها محاولات، علشان لو المحاولات دي ما نجحتش اعتقد ان هم هياخدوا بترتيب الموسم السابق واللي كان فيه النادي الاهلي متصدر لبطوله الدوري، وكان فيه الاسماعيلي في المركز الثاني. طيب كمان من ضمن الاخبار، وده من فيتو وهو خاص بان مجلس الجبليه بيطالب من كابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس اداره اتحاد الكره وكمان رئيس لجنه الحكام بعدم الحديث عن تقنيه الفار. هم بيطالبوه بكده ليه؟ لان لوحظ خلال الجمعية العمومية السابقة اللي كانت يوم السبت اللي فات في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة إن الراجل كان بيتكلم مع أعضاء الجمعية العمومية على إن الموسم الجديد هيكون فيه تطبيق لتقنية الفار. وده اللي خلى مجلس الجبلية يطالب الكابتن عصام الفتاح إن هو ما يتكلمش في الموضوع ده، لأن لسه الموضوع سابق لأوانه ولسه مش عارفين مدى إمكانية تطبيق هذه التقنية ولا لأ خلال الفترة اللي جاية، لأن هي بتحتاج إمكانيات كبيرة جدا وبتحتاج استعدادات كبيرة جدا. ثم طلب منه ان احنا ما نوعدش حد باشياء لسه مش عارفين هي ممكن تنفذ ولا لا بشكل عام،
نتمنى ان تقنيه الفار تنفذ، خصوصا في ظل الاخطاء التحكيميه الكبيره خلال الفتره اللي فاتت. يعني في اخطاء تبقى وارده، لكن في اخطاء بصراحه اوفر شويه من الحكام، واحنا كلنا بنساندهم اكيد حكامنا المصريين يعني بكل قوه، لكن ده فيما يخص هذا الخبر من جريده فيتو. الفجر كمان قالت خبر عن كابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، واللي بيطالب فيه بانضمام نجم الاهلي للمنتخب. وهو بيتكلم في الخبر ده ان رمضان صبحي مش متواجد في قائمه المنتخب الاول، فبالتالي ان هو كان في حديث ما بينه وبين رمضان صبحي ان انت لو مش هتبقى موجود في قائمه المنتخب الاول هتبقى معايا في قائمه المنتخب الاولمبي. فبالتالي اللاعب طبعا اكيد مرحب، يعني انت بتمثل اي حد او اي منتخب من المنتخبات المصريه، ده شرف كبير جدا. فبالتالي هو قال ان هو يستحق انضمام للمنتخب الاول، لكن في حاله عدم انضمامه هو هيكون معانا في المنتخب الاولمبي، ويستعد لتحديات اكيد هامه جدا جدا خلال الفتره اللي جايه. وبالمناسبه خليني اقول لكم القائمه اللي تم اختيارها للمنتخب الاولمبي، واللي تكونت من 26 لاعب في المعسكر استعدادا للقاء ملاوي ضمن برنامج الاعداد لنهائيات امم افريقيا تحت 23 سنه. القائمه تكونت من عمر رضوان، شهاب الدين، ومحمود جاد، مصطفى شوبير، اسامه جلال، محمود مرعي، احمد رمضان، محمود جابر، احمد يوسف، شريف رضا، يوسف الجهري، امام عاشور، لعيب مميز جدا بالمناسبه، مصطفى محمد، رغم ان هو متواجد في قائمه المنتخب الاول لكن ده هيكون معسكر سابق لمعسكر منتخب مصر، اعتقد هيكون يوم 4 او يوم 8 بالتحديد، ومعسكر المنتخب الاول هيكون يوم 18 هيبتدي، فطبيعي ان هو يكون موجود. واحمد ياسر ريان، كريم عراقي، كريم يحيى، محمد دسوقي، احمد ابو الفتوح، وده ايضا منتخب منضم للمنتخب الاول، وعمر سعد، واكرم توفيق، احمد مصطفى، احمد حمدي، غنام جمعه، عمار حمدي، وهو برده كمان منضم للمنتخب الاول، واسامه عطيه، وناصر منفي. مش موجود اسم رمضان صبحي ليه في المنتخب الاولمبي؟ عشان هو عنده مباريات مع النادي الاهلي في هذه الفتره وفي هذا المعسكر بالنسبه للمنتخب الاولمبي. طيب نكمل اخبارنا سريعا ونروح بعض اخبار الخاصه بمحترفينا في الخارج، وبالتحديد عمرو ورده. وخبر عن سوبر كرة ان عمرو ورده بيعتذر لجمهور ايك اثينا بعد احداث كاس اليونان. كان في مباراه في كاس اليونان ما بين فريق اوتراميتوس اليوناني اللي بيلعب فيه عمرو ورده على سبيل الاعاره قادما من باوك اليوناني امام فريق ايك اثينا في ملعب الاخير. والمباراه دي كانت في كاس اليونان، واعتقد خسروا في هذه المباراه. بالتالي للاسف عمرو ورده تفاعل شويه مع الجمهور اللي ممكن يكون شتمه او حاجه، فابتدى يرد عليهم، ودي من الحاجات اللي احنا ما نتمناهاش خالص من كل لاعبينا بشكل عام. فبالتالي عمرو ورده بيعتذر عن تصرفاته في هذا او هذه المباراه، وبيطلب من الجماهير ان هي تسامحه خلال هذه الفتره. هو لعيب جيد جدا في الحقيقه عمرو ورده، لكن بس ناقصه حته هنا كده دماغه تتظبط شويه او المينتاليتي بتاعته تتظبط بشكل اكبر، وهيبقى لعيب جامد قوي قوي. اهلا بكم من جديد بعد الفاصل. بينضم لي في هذه اللحظات استاذ عاطف علي، ورئيس القسم الرياضي بوكاله انباء الشرق الاوسط. استاذ عاطف منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدينك. الحمد لله رب العالمين. تمام والله الحمد لله. الله يبارك فيك. يعني في امور كتير جدا عايزين نتكلم فيها، وهي خاصه اكيد بالنادي الاهلي بالتحديد، وكمان هنتكلم عن المنتخب المصري، ولو اسعفنا الوقت كمان هنتكلم عن بعض المباريات في الدوريات الاوروبيه. اوكي. لكن حابب حضرتك تقول حاجه في البدايه. والله انا في البدايه يعني اسمحوا لي من خلال قناه الاهلي ان نتقدم بخالص العزاء لزوي زميلنا وصديقنا العزيز الاستاذ خالد توحيد رحمه الله. وكذلك لشهدائنا من ضحايا حادث القطار امس، ربنا يتغمدهم برحمته ويلبس المصابين ان شاء الله ثوب الصحه والعافيه في اقرب وقت ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طبعا يعني اكيد كل الدعوات بالرحمه والمغفره لكل الشهداء، وكمان للدكتور خالد توحيد وكل الفقيد افتقدناه خلال الفتره الماضيه ورحل عن دنيانا، ان شاء الله ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنوا في سيح جناتهم. وطبعا ضحايا حادثه محطه مصر بالامس حاجه كانت مؤسفه جدا. صحيح. في الحقيقه. صحيح. طيب نتكلم او خلينا نبتدي بالنادي الاهلي، و فترة مهمة جدا مقبلة بالنسبة للفريق بعد فترة فاتت قدر ان هو يحقق فيها الاهداف اللي هو كان بيسعى ليها، سواء بالعودة للمنافسة في بطولة الدوري او تصدر مجموعته في بطولة دوري ابطال افريقيا. تقييمك للمرحلة اللي فاتت بداية؟
والله المرحلة اللي فاتت شهدت تطور كبير جدا طبعا في مستوى النادي الأهلي ولاعبيه، على مستوى الجهاز الفني واللاعبين، وحتى على مستوى الجهاز الإداري. الكل بذل مجهوده والكل تحمل المسؤولية وحطوا أقدامهم على الطريق الصحيح. يعني في خلال فترة وجيزة جدا مع المدرب الجديد الأوروغواياني مارتن لاسارتي، يعني نقول ممكن يكون حقق جزء كبير جدا من المطلوب منه، ويمكن يكون بدا من مراكز من تحت الوسط الى المراكز المقدمه، وحط نفسه في المنافسه مباشره مع نادي الزمالك على الدوري. يعني الفريق الثالث المنافس اعتقد كده بقى خرج المنافسه، لانه زايد على الاهلي بثلاث مباريات. اللي هو بيراميدز زايد بثلاث مباريات، والثلاث مباريات دول يعني لو كسبهم الاهلي او كسبهم الزمالك يبقى خلاص فرقوا عنه كتير. فاذا المنافسه كالعاده ما بين القطبين الاهلي والزمالك، وان شاء الله الاهلي يحقق مبتغاه ويحتضن بطولته المحببه اليه. اضافه الى يعني 9 مباريات فوز ان شاء الله باللي جاي في بروجيتا، كان 8 فاتوا التاسعه انا بقدم بقدم الخير ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى فالتسعه على التوالي يعني 27 نقطه، نقله كبيره جدا. يعني فريق في مستوى الاهلي هو اللي ممكن يقدر يعمل كده، وان شاء الله يكمل المشوار ويحقق البطوله باذن الله يا رب ان شاء الله. اهم ما يميز النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت من وجهه نظر حضرتك ومن خلال متابعتك للفريق؟ هي كانت الاهلي كان بيمر فتره عدد كبير من المصابين. كويس. فده حط الجهاز الطبي للنادي الاهلي على امام المسؤوليه، واعتقد انه نجح، لان من بعد ما كانت القائمه بتضم 11 او 12 لاعب يعني فريق بالكامل، دلوقتي الباقي كله في تدريبات تاهيليه يمكن 4 أو 5 زي حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد نجيب وعمرو جمال، دول كلهم بيمارسوا خلاص برامجهم اللي بتأهلهم ان هم ينضموا للتدريبات الجماعيه ان شاء الله في اقرب وقت. على المستوى الفني يعني اعتقد اكبر دليل على التطور والنجاح في مع الجهاز الفني الجديد عدد المباريات اللي بتحصد اول باول في كل مباراه ان شاء الله، ومع رغم ان الايام القليله اللي بتفصل ما بين كل مباراه ومباراه فده برضو يحسب لهم بشكل كبير. الفترة اللي جاية إن شاء الله بننتظر عودة بقى المصابين واكتمال القوة الضاربة للنادي الأهلي سواء في الهجوم أو في خطوط الدفاع والوسط، فإن شاء الله يبقى هو الأهلي اللي احنا بنعرفه يعني، ودائما منافس على كل البطولات. على المستوى الأفريقي حدث ولا حرج بإذن الله. يعني ان شاء الله اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، والمباراه القادمه للنادي الاهلي ما هتكون مع بتروجيت، المباراه هتكون غايه في الاهميه. وبالمناسبه يا جماعه بتروجيت يعني المباراه انتهت منذ لحظات ما بينه وما بين الجونه بفوز الجونه بنتيجه 2-1. احرز الاهداف للجونه لؤي وائل واحمد ياسر ريان، يقال انا ما شفتش الهدف ان هو احرز هدف جامد جدا طبعا احمد ياسر ريان المعار من صفوف النادي الاهلي، وكمان احرز هدف بتروجيت جريس جادي هذا اللاعب الافريقي في صفوف فريق بتروجيت. يعني هزيمه لبتروجيت قبل مباراه الاهلي ان شاء الله يوم 4 القادم او هو يوم الاثنين القادم يعني بالتحديد، وده هيخلي ردود يعني بالظبط. شايف الهزيمه دي ممكن تاثر على فريق بتروجيت ازاي قبل مباراه الاهلي؟ والله هو كان بتروجيت لو كسب كان هدي دفعه قويه جدا انه يعمل مباراه كويسه قدام النادي الاهلي، على اساس ان هو اخر مباراتين كان كسبان الداخليه او اعتقد الانتاج الحربي، فنقلوا من المركز مثلا متاخر الى المركز ال 12، وده يبقى شيء كويس. الهزيمه النهارده دلوقتي اللي حصلت حالا هتحطه قدام موقف صعب جدا قدام النادي الاهلي، وبالتالي هيحاول يعوض عشان يبعد عن شبح الهبوط او ينافس على المراكز المتاخره ويهرب من شبح الهبوط. فالمباراه مش تبقى هينه على النادي الاهلي، وان شاء الله يقدر يحقق المطلوب منها ويحصل 3 نقاط. طيب شهر مارس اللي هيبتدي بكره الاهلي عنده 4 مباريات مهمين جدا. هنبتدي بتروجيت، بعد كده عندك فيتا كلوب، وبعد كده عندك شبيبه الثوره، بعد كده الزمالك. الزمالك في اخر في يوم 30 من الشهر ده. شايف الشهر ده بالكامل ازاي بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وايه المطلوب من الجهاز الفني واللاعبين خلال مرحله اكيد هتكون حاسمه بالنسبه للفريق في مسيرته سواء المحليه او الافريقيه؟ هو هنسميه شهر التحدي. شهر التحدي، لان كويس. فعلا شهر التحدي، لان مباراتين في افريقيا ومباراتين في الدوري المحلي والاثنين بينافس عليهم الاهلي، وبيختتم بالمنافس اللي كنا زمان عليه المنافس اللدود طبعا. الاهلي والزمالك مع احترامنا اكيد لكل الزمالك والجمهور يعني. طبعا مع احترامنا طبعا لو الزمالك نادي كبير وله شعبيته طبعا.
فبالنسبة على المستوى الأفريقي احنا عندنا الأهلي بتصدر مجموعته الرابعة، المجموعة دي كلها الفرق الأربعة كلهم عندهم أمل التأهل فعلا، يعني الفرق نقطة نقطة، سبعة للأهلي، ستة سيمبا، خمسة شبيبة، أربعة فيتا كلوب، وكل واحد ليه مباراتين، فكل مباراتين الباقيين لكل فريق عنده أمل عن طريقها أنه يتأهل، وبالتالي الأهلي قدام موقف برضو ما هوش هين بالنسبة لأنه يحافظ على صدارته للمجموعة ويحقق المطلوب منه. الأهلي قدام فيتا كلوب في مباراة الذهاب كسب 2-0، وبالتالي فيتا كلوب يحاول يعوض. في قدام شباب الثوره الاهلي اتعادل 1-1، وبالتالي هتبقى احنا هنتكلم بالتفاصيل على مسيره النادي الاهلي الافريقيه، بس انا عايز اتكلم حضرتك عن اهميه هذا الشهر من خلال المواجهات اللي احنا بنتكلم فيها، يعني مطلوب ايه من لعيبه النادي الاهلي؟ لا المطلوب طبعا المطلوب انه يعني زي ما اتحطوا على الطريق السليم وبالتالي يوصلوا ويحققوا الفوز. دايما كان الاهلي شعاره هو الفوز ولا شيء غير الفوز. فمباراتين افريقيا ومباراتين الدوري المحلي مهمين جدا لمسيره النادي الاهلي سواء على مستوى البطوله المحليه او مستوى البطوله الافريقيه. الماتش اللي جاي البتروجيت قلنا عليه انه ماتش مهم جدا، واخر الشهر هيبقى ماتش الزمالك، وده من المباريات الفيصل اكيد لتحديد بطوله الدوري. الفرق بينهم فيصل. اربع نقاط فيصل. بدايه الفيصل لانه اربع نقاط، لو اي حد منهم بدا يتعثر بتعادل هيفرق كتير جدا. يعني في نقطتين تانيين الزمالك في نفس الوقت عنده مباراتين في بطوله الدوري جامدين. أيوة جدا بالظبط، ما انا بقول لحضرتك يعني هو اربع نقاط ما بين الاهلي من سموحه، اربع نقاط ما بين الاهلي والزمالك، لو تعثر في نقطه في تعادل يبقى ضاع منه نقطتين، فبالتالي مباراته هو مع مباراه الاهلي والزمالك مباراه القمه دي هي اللي هتحدد المساله. ده على مستوى طيب ماشي اوكي. بالنسبه للدوري هذا الموسم، قبل ما اتكلم على الدوري عايز اكلم تحديدا عن مستر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي، تقييم حضرتك ايه لتجربته حتى الان مع النادي الاهلي؟ واعتقد يعني الراجل ما كملش شهرين مع الفريق، لكن رغم كده ان في بعض المؤشرات اعتقد ايجابيه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، عايز اعرف وجهه نظر حضرتك بالتحديد بالنسبه لمسيره مستر لاسارتي مع النادي الاهلي حتى الان. هو مستر لاسارتي مسيرته التدريبيه عموما اللي مع النادي الاهلي يبقى استكمال وتتويج للي بيعمله، لان مستر لاسارتي معروف عنه انه كوتش ما بيحبش اي وجود اي خلافات من اللعيبه اللي معاه كويس، والحمد لله الاهلي ما فيش خلافات. فبالتالي ده بيعضد موقف اللعيبه وموقف هو مع اللعيبه، ما بيخرجش من اوضه غرفه الملابس او ملعب او حصه تدريب وما فيش وفي اي خلاف بين اللاعب والتاني، ودي مهمه جدا للاعبين مع اي كوتش. اللي حصل معاه النهارده وهو قاعد مع نجمنا اللي ما تاخدش المنتخب رمضان صبحي، ايوه، عشان يعني يواسيه وانا من وجهه نظري احسن. يعني الفتره دي احسن، انت محتاجه محتاجه بدل ما يروح الوقت معسكر واحنا بنتكلم على شهر مارس شهر تحدي يعني. تمام لا بس خلينا نقول ان الاولويه طبعا للمنتخبات الوطنيه المصريه، وده الهدف الاساسي والاهم، يعني اهم من الاهلي ومن الزمالك ومن كل الكلام ده، ان المنتخب هو يفضل في التوب ويكسب واللاعبين كلهم تحت امر منتخب مصر يعني. اكيد ما تحطنيش في لكن ما اوكي لا بس لازم برضه اوضح يعني او يعني اقول لك انا واخد بالي انا لكن رمضان صبحي اكيد لعيب مهم جدا والميزه طبعاً عند مستر لاسارتي يا جماعه ان هو بيعرف يتعامل نفسيا بشكل جيد جدا مع اللاعبين، واعتقد ده اللي حضرتك تقصده. هو ده اللي اقصده. واهم حاجه يعني التهيئه النفسيه للاعبين في اي فريق دي مهمه جدا لاي فريق. مفيش لاعب يبقى هو في نفسيته شيء ويقدر يدي حاجه في الملعب خالص. يعني عرفناها من زمان حتى من ايام ما كنا بنشجع واحنا صغار، يعني اللاعب ما دام مهيئ نفسيا في قلب يدي كل اللي عنده في الملعب، ولاسارتي يلعب ده كويس جدا. يعني هو ده اللي اللي خلاه في خلال 50 يوم ياخد اكتر من نص نقاط الاهلي لحد دلوقتي. بالظبط نص بالتحديد، يعني الاهلي عنده كام نقطه دلوقتي؟ 48 هو كان مستلمه حوالي 24 يعني نص نقاط. فده شيء جميل جدا. وبعدين الاهلي الحمد لله يعني طول عمره ما فيش اي خلافات وهو اسره واحده، وحتى لو لا قدر الله حصل في اي خلافات ما في حد بيعرف عنها حاجه. عوده المصابين لصفوف الفريق خلال المرحله المقبله ان شاء الله باذن الله، مدى اهميتها وفي نفس الوقت هل هي ممكن تدي حيره بشكل او باخر بالنسبه للجهاز الفني؟ لا هي من ناحيه اهميتها لعودتهم دي مهمه جدا طبعا، ده لا شيء ينكر، لان هم ما شاء الله يعني لعيبه لهم وزنهم كلهم.
بالنسبة للجهاز الفني أعتقد الجهاز الفني عنده خططه وأوراقه اللي يقدر يلعب بيها في وجود أكثر من لاعب في المركز الواحد. فدي برضو مش تعمل له أي أزمة. أنت عندك في احتياط وفي لعيبة بتنزل الملعب، ولازم يكون اللي موجودين في الاحتياط بنفس قوة اللي موجودين في الملعب. مع عودة المصابين إن شاء الله تكتمل القوة الضاربة للنادي الأهلي إن شاء الله في الفترة اللي جاية. طيب بالنسبة لبطولة الدوري بشكل عام، حضرتك شايف البطولة السنة دي إزاي، سواء من الناحية الفنية بالتحديد، هل هي بطولة مثيرة، شايف البطولة ضعيفة فنيا من وجهة نظرك من خلال متابعتك، وأبرز الفرق في هذه البطولة من وجهة نظرك بخلاف الأهلي والزمالك وبيراميدز؟ اللي شفناه السنة دي في الدوري المصري يمكن جديد عليه مع دخول الاستثمار. دخول الاستثمار السنة دي في النادي الأهلي وبالتحديد مع فريق النادي بيراميدز. دخول الاستثمار فين بالضبط؟ في الأندية. في الأندية أوكي. في الأندية. في بيراميدز يعني. أيوة أنا أقصد بيراميدز بالتحديد يعني. أوجد حالة من كانت جديدة على الملاعب المصرية. لأنك حاجة مستقرة، في أندية كبيرة وأندية متوسطة وأندية يعني صاعدة وبتحاول تكمل مع الدوري الممتاز. لكن وجود نادي ظهر بقوة واحتل مع المراكز الأربعة الأولى ودلوقتي في المركز الثالث لأول مرة موجود معاه في يطلع للدوري الممتاز، فده ظاهرة جديدة علينا. القوة المالية للكرة مهمة جدا. القوة المالية للكرة مهمة جدا، إنك تجيب لاعبين على مستوى عالي وجهاز فني على مستوى عالي، ده أكيد بينقل أي فريق من إلى يعني. طب. وده اللي حصل مع بيراميدز. ولكن أنت قصد حضرتك إن ده عمل إثارة لبطولة الدوري يعني؟ طبعا. لكن هل هيستمر ده؟ يعني هل هيستمر ده على طول وهيفتح مجال لمستثمرين جدد يدخلوا بأندية أو يغيروا شكل الأندية بضخ الأموال واستثمار لاعبين جدد وأجهزة فنية عالمية زي ما طيب يعني ده جانب استثماري وتسويقي حضرتك بتتكلم عنه، لكن عايز أتكلم بالتحديد على الجانب الفني بالنسبة لبطولة الدوري. هل البطولة شايفها إزاي؟ هذا الموسم قوية، شايف إن في منافسة محتدمة بالتحديد في المقدمة وكمان في البقاء في بطولة الدوري؟ أكيد طبعا أكيد. يعني اللي على موجودين على الساحة دلوقتي في الدوري المصري معظمهم كانوا نجوم في الملعب وعارفين يعني عارفين الانديه كلها. كان لاعب في نادي الاهلي بيدرب في نادي وبالتالي يعرف يعمل نتيجه قدام نادي الاهلي، لاعب في نادي الزمالك بيدرب في نادي ثاني ويلعب يعرف يعمل نتيجه. فده مدي شكل فني كويس جدا للدوري، وبنتمنى انه يستمر، لان مش عايزين على طول تفضل المقدمه زي ما هي ما بين ثلاث انديه معروفين وبعدين اللي بيطلع السنه دي ينزل السنه الجايه. عايزين المساله تتغير وتبقى فيه قوه. نتمنى ده، ونتمنى تحديد شكل الدوري من الموسم، من كل موسم، عشان ما تحصلش حكايه المؤجلات دي تاني. يعني ممكن يكون الظروف الفتره اللي فاتت بسبب يعني توالي المباريات بتحديد في البطوله الافريقيه، ده اللي ممكن يكون عطل الدنيا شويه بالنسبه للدوري المصري، وتلاحم المواسم بشكل كبير جدا بالتحديد في بطوله دوري ابطال افريقيا اللي وصل فيها النادي الاهلي للنهائي، وبعدين مباشره ابتدى في البطوله الجديده. لكن دايما لما بتكون المنافسة فيها أكثر من فرقتين ثلاثة بيبقى طعم ومذاق البطولة أكيد. مختلف أكيد، وده ممكن اللي مدي إثارة شوية لبطولة الدوري هذا أكيد. الموسم أكيد. والأكيد بنتمنى النادي الأهلي يوفق فيها بشكل كبير إن شاء الله. نروح بقى لمسيرة الأهلي الأفريقية. أيوة، حتى الآن النادي الأهلي متصدر ترتيب جدول المجموعة بتاعته، المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط، وزي ما حضرتك قلت إن كل الفرق عندها فرصة للوصول لدور الثمانية. شايف المنافسة ازاي خصوصا بعد هزيمة الاهلي الاخيرة امام سيمبا التنزاني؟ الفرص ممكن تكون عاملة ازاي؟ الفرص ان شاء الله باذن الله، يعني هي زي ما قلت الفرق الاربعة فرصها متكافئة بالنسبة للتأهل، ولكن فرص الاهلي اقوى، لان يمكن مباراته الاخيرة مع المجموعة تبقى مع شباب الثورة هنا في مصر، ودي هيبقى لها دور كبير جدا طبعا. فريق محترم قوي طبعا. كمفاجأة طبعا، او كمفاجأة في الفعل يعني هم حتى نفسهم في الجزائر ما كانوش مصدقين ان هم عملوا النتيجه دي مع النادي الاهلي. هو الاخوه في الجزائر دايما بيبقى عندهم الروح المعنويه او الروح القتاليه في الملعب تبقى كبيره جدا، وده بيقودهم للانتصارات وبيقدروا يحققوا نتائج ايجابيه الحقيقه. صحيح. مباراه الاهلي اللي جايه مع الفريق الكونغولي فيتا كلوب اعتقد هتبقى مهمه جدا، لان الثلاث نقاط بتوع هيفرقوا معاه جدا في صداره الدوري، في صداره المجموعه والمحافظه على القمه دي، وخاصه ان يعني الفيتا كلوب هيحاول يعوض، لكن ان شاء الله الاهلي قادر، واعتقد الجهاز الاداري راح وعين الملاعب
وشاف ووضب الترتيبات، لان الرحلات دايما بتبقى هي بتوقف على 50% من نجاح الفريق في المباراه الخارجيه. كويس. السكن وطريقه ملعب التدريب والاجواء العامه، لان دي بتبقى مرهقه جدا للعيبه. ولسه ما حدش راح كونغو عشان يشوف الامور دي، لان لسه ميعاد المباراه ما قربش، عندنا مباراه مهمه يوم 4 ان شاء الله امام بتروجيت. لكن العائق حتى الان هو فكره الملعب اللي هيستضيف هذه المباراه بعد ايقاف ملعب الشهداء الخاص بفريق فيتا كلوب الكونغولي. فلسه النادي الاهلي مش عارف هيلعبوا على انهي ملعب، هل هو هذا الملعب اللي هو نجيل صناعي بالتحديد ولا هيلعبوا على ملعب اخر؟ الموضوع ده ممكن يربك شويه النادي الاهلي. لا انا اعتقد في اتصالات ما بين الاداره وما بين طبعا في اتصالات مع السفاره اكيد لغايه لما يحددوا. ما هو ده انا اقصده الملعب اللي بالظبط لكن انا معلومات جديده لسه عن الملعب البديل لسه ما تحددش لسه ما تحددش، وان شاء الله يبقى ما يبقاش في اي مشاكل. شايف ان النادي الاهلي ان شاء الله قادر على الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، خصوصا بعد الاخفاق في اخر بطولتين بعد ما وصلت للنهائي؟ يعني انا اتمنى ولا شايف؟ انا اتمنى وشايف في نفس الوقت الاثنين، لان كونك انك توصل في ظروف صعبه جدا اللي وصلت فيه للنهائي البطوله الافريقيه وخسرت في ظل ظروف برضو كانت ظروف استثنائيه، اعتقد ده ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يعوض السنه دي البطوله ديت، واشتقنا بقى لكاس العالم، اشتقنا لكاس العالم الانديه. طيب قائمة النادي الأهلي أكيد بتضم العديد من اللاعبين المميزين جدا، حتى بخلاف المصابين كمان لما يعودوا هيبقى فيه قائمة شاركوا فيها مع خلال المباريات السابقة. والله إضافة إضافة بكل قوة طبعا للفريق، ما عدا طبعا اللاعب اللي اتصاب أول ما نزل محمد محمود للأسف الله يشفيه. لكن النادي الاهلي عموما ما بيعقدش صفقات كده بشكل شخصي او بشكل بالزبط. فردي بتبقى كلها وجهات نظر ورؤيات فنيه متكامله، واعتقد هتبقى قوه اضافيه وان شاء الله يكملوا معاهم ويحققوا المطلوب منهم في سواء على افريقيا على مستوى افريقيا او على مستوى البطوله المحليه دوري وافريقيا ان شاء الله باذن الله رب العالمين، وهم قوه ضاربه طبعا. رأي حضرتك في اللاعبين اللي ممكن يكون تألقوا خلال الفترة اللي فاتت مع النادي الأهلي، من وجهة نظرك مين أبرز اللاعبين دول؟ أبرز اللاعبين أعتقد هم خطفوهم للمنتخب اللي هو المنتخب أهمنا طبعًا زي ما احنا بنقول. في عمرو السولية مثلًا. أيوه عمرو السولية ممتاز جدًا، ومحمد هاني وصلاح محسن. صلاح محسن ده بس صلاح ما كانش بيشارك كتير في المباريات اللي فاتت يعني، لكن احنا بنتكلم على الأهلي بالتحديد بشكل عام. المباريات اللي لعبها خلال بطوله الدوري ابطال افريقيا، مين لفت نظر حضرتك من اللاعبين المميزين اللي انت شايفهم كانوا يعني اضافه ايجابيه بالنسبه للفريق؟ انا بالتحديد عندي عمرو السولية لعب كويس جدا. عمرو السولية ممتاز، يعني لاعب بتلاقيه في المكان اللي هو المفروض يكون فيه كويس، وده شيء جميل جدا. انا بس عندي يمكن ملحوظه على الـ على الـ على حراس المرمى. حراس المرمى يعني المفروض يكونوا اقوى من كده، لان النادي الاهلي صح هو يمكن من الناحيه الفنيه يعني من الناحيه الفنيه هو الاهلي يعتبر يمكن اقوى دفاع، لان ما دخلش فيه في خلال المباراه دي كلها يمكن 15 هدف او 14 هدف كويس. وده شيء جميل جدا. الهجوم الاهلي هنحسب عدد الاهداف اللي طب لا بس انا عايز ارد، مش هرد على حضرتك، عايز اتناقش مع حضرتك بشكل اكبر في مستوى الحراس. حضرتك مش عاجبك مثلا مستوى حراس النادي الاهلي، وارد ان هم فتره من فترات ما يكونوش موفقين، لكن هات لي اسماء في مصر بخلاف الشناوي اكرامي ونقول جنش كمان لان هو ماشي بشكل كويس جدا مع الزمالك، وعامر هل في حراس افضل من دول؟ الشناوي اكرامي اعتقد من الحراس الكبار جدا، ممكن فتره من الفترات التوفيق ما يبقاش معاهم. ما هو ده انا اقصده، انت دايما حراس النادي الاهلي، من يوم ما وعينا على الكوره وعرفنا الكوره هم حراس النادي الاهلي منتخب على طول طبعا، يعني من اكرامي او ولد شريف ومن ثابت البطل الله يرحمه ومن احمد شوبير والحضري كل دول كانوا نجوم، وقبلهم كان مروان وعادل هيكل وعصام عبد المنعم اساتذتنا الكبار دول كلهم، يعني نجومنا الكبار دول يعني كان لهم وضع. ف اليومين دول يعني زي ما انت حضرتك بتقول في فتره بيمر فيها، نتمنى انها يعني تبقى فتره وعدت كبوه وعدت اعتقد ان هي عدت خلاص ان شاء الله. المستوى الاخير اللي ظهر عليه شريف اكرام في مباراه الجونه كان مستوى جيد جدا، الشناوي في المباراه اللي قبلها امام الداخليه كان كويس جدا. صحيح. يعني صحيح. اعتقد الامور في طريقها للافضل دايما، سواء على مستوى حراسه المرمى في النادي الاهلي او حتى على مستوى اللاعبين بشكل كامل. اتفضل. بالظبط.
كنا بنتكلم تاني على الدفاع. الدفاع الدفاع الاهلي ممتاز جدا بوجود خط الدفاع القوي اللي هو طبعا بيبقى بيسموه خط الدفاع الاول ما بين الحارس والملعب. الهجوم يمكن مش لسه برضو ما وصلش لمرحله التهديف اللي احنا بنعرفه عن النادي الاهلي، وان شاء الله يتعدي في المرحله اللي جايه بعوده المصابين ووجود النجوم بتوعه. ده كله في مجمله هيبقى في صالح النادي الاهلي في الفتره اللي جايه ويحقق نتائج كويسه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا نروح للمنتخب شويه. واول امبارح بالتحديد منتخب مصر بقياده مستر اجيري طبعا المدير الفني المكسيكي اختار قائمه مكونه من 25 لاعب لانضمام لمعسكر المنتخب خلال الفتره اللي جايه بتحديد بدايه من يوم 18 مارس، واللي بيتخلل مباراتين، واحده رسميه امام النيجر يوم 23 تم تحديد الموعد خلاص بشكل رسمي، مباراه اخرى هتكون مباراه وديه امام منتخب نيجيريا، اعتقد هتبقى مباراه وديه قويه في اطار كمان استعداد المنتخب للمرحله الهامه جدا المقبله، وهي اللي بتكمن في بطوله الامم الافريقيه واللي هتقام في مصر. هل لك اي تعليق على اختيارات مستر اجيري بدايه؟ هو الاختيار عموما يعني مش عايزين نتدخل فيه اكتر من كده، لكن هو استعان بعدد كبير من المحترفين بره، يعني حوالي خمسه او اكتر. احنا معانا القايمه اهي، يعني هو اختار، خلينا نقول من الاهلي اختار عمرو السوليه ومحمد هاني وصلاح محسن، واختار كمان محمد ابو جبل، وسابوا من الاهلي ايمن اشرف وناصر ماهر ورمضان صبحي وندفت. دول المفروض كانوا ينضموا للقائمه بصراحه. طب تفسر بايه ان يعني المنتخب يختار من انديه كبيره زي الاهلي والزمالك ثلاث لاعبين بس؟ مش غريبه شويه اول مره نشوفها؟ صحيح. يعني هل دي وجهه نظر فنيه لسارتي؟ ممكن لا اجيري ده ممكن تكون وجهه نظر فنيه خاصه بيه، بس زي ما حضرتك بتقول يعني الاهلي والزمالك دايما كانوا بيبقوا عصب المنتخب، وده بيؤكد كلام اللي اتكلمنا عليه مستوى الدوري السنه دي انه يختلف عن مستوى الدوري الاخرى، وبالتالي وجود مستويات فنيه عاليه في انديه اخرى ووجود لاعبين برضه مستواهم كويس في الانديه الثانيه، وبالتالي انضموا للمنتخب. ف يعني ياخد اربعه من بيراميدز، خمسه من بيراميدز بمفهوم حارس، فده شيء جميل جدا ما كانش وارد قبل كده انه حد يتخطى الاهلي والزمالك. ده بيؤكد ان الدوري بينعكس تماما على المنتخب، و يعني حضرتك عايز تقول ان الدوري يعني انتج بعض العناصر الجديده اللي تصلح لانضمام لمنتخب مصر. اكيد غير الاهلي والزمالك زي ما كنا متعودين، كان الاهلي والزمالك والاسماعيلي. ولا ممكن يكون عشان المعسكر ده بيجربوا فيه بعض اللاعبين، يشوفوا مدى صلاحيتهم للمنتخب خلال الفتره الجايه، ولا خصوصا ان هي فرصه، انت خلاص تاهلت بشكل رسمي كده كده لبطوله الامم الافريقيه، وكمان عندك مباراه وديه امام نيجيريا، فممكن تجرب بعض العناصر يعني. ده برضه اتجاه وارد. ويكون برضه اعتقد باتفاق مع اجهزه فنيه الانديه الكبيره، شيء طبيعي يعني. انت انا بعمل معسكر تجريب، هو معسكر تجريبي فعلا، مباراه واحده رسميه انت مش محتاجها لانك انت تاهلت رسميا خلاص اوريدي للنهائيات. ففرصه عنده كبيره جدا انه يجرب اكبر عدد من لعيبه الانديه الاخرى، وبالتالي يحدد بعد كده القائمه النهائيه اللي ممكن يدخل بيها النهائيات يعني. طيب ابرز اللاعبين اللي كنت تتمنى انضمامهم لمنتخب مصر ما انضموش من الاهلي؟ انا يخصني الاهلي. تمام اتفضل. هو لا بشكل عام الدوري، لو في حد لفت نظرك من الدوري يعني قول اسمه. لا انا يخصني ايمن اشرف وناصر ماهر ورمضان صبحي، دول ثلاثه وندف. دول استغرب ان هم ما دخلوش المنتخب. بالظبط. تمام. اللعيبه الثانيه هو ادرى بيه، او هو عايز زي ما حضرتك عايز تجرب او يجرب او حاجه ده كده، المرحله اللي جايه عنده الفرصه كبيره في انه يضم اللعيبه اللي ما سمحش ليهم او ما اختارهمش في المعسكر التجريبي دوت بعد كده المعسكر الاساسي يعني. ده شيء وارد. طيب هل مستغرب من انضمام بعض العناصر مثلا معينه؟ يعني في حد انت بتقول ازاي؟ اصل هقول لحضرتك على حاجه، في بعض اللاعبين ممكن ما يكونوش لعبوا مباراه واحده رغم ان امكانياتهم جيده على فكره، يعني مثلا بالتحديد عايز اتكلم عن فتوح لاعب الزمالك المعار لسموحه احمد ابو الفتوح، هو لاعب في الحقيقه باك ليفت جيد جدا، لكن هو ما لعبش غير مباراه واحده. هل ده وهرجع اقول برضو شيء منطقي ان انا اختار لعيب وهرجع اقول لنجمنا الكبير، واعتقد ده يمكن بطلب منه زي ما اشيع انه ما انضمش كابتن محمد صلاح.
فده أقيل ان هو يمكن يعني بيطلب منه ان هو مش عايز او يعني مش المنتخب مش في حاجه اليه في الفتره دي. هو مش عايز ينضم للمنتخب، هو عشان عنده مباريات اكيد او فتره حاسمه مع ليفربول، هو بيطلب خلال الفتره اللي جايه وكده كده المباراتين يعني مباراتين يعتبروا تحصيل حاصل بالنسبه لمنتخب مصر، وده يؤكد المباراه الرسميه او الوديه انت بتجرب فيها بالظبط، وده يؤكد حضرتك زي ما بتقول ان المعسكر تجريبي، وبالتالي يعني مش مهم مين اللي جه ومين اللي ما جاش بالذات المعسكر ده. يعني لو كانت اكيد مباراه النيجر حاسمه كان هيبقى صلاح واحمد حجازي طبعا موجودين طبعا كلهم ده شيء طبيعي وبديهي جدا، يعني لا صلاح يقدر يتاخر عن منتخب مصر ولا احمد حجازي يقدر يتاخر عن ولا اي حد يعني يقدر ما يلبيش طلب منتخب مصر الانضمام اليه، يعني وده شرف ما بعده شرف لاي لاعب في الكره المصريه بشكل عام اكيد او في اي دوله يعني اخرى يعني. توقعاتك خلال بطوله الامم الافريقيه، البطوله خلاص اشهر قليله جدا وهتنطلق، هل شايف ان المنتخب قادر على تحقيق هذا اللقب خصوصا ان الضغوط دلوقتي زادت بعد ما خلاص البطوله بقت على الاراضي والملاعب المصريه؟ برضو بأكرر رسالة شكر وتقدير وإجلال للمسؤولين في مصر باحتضان البطولة دي اللي كانت على وشك الإلغاء لعدم وجود منظم ليها رسمي. في الفترة اللي جاية أعتقد يعني المفروض كلنا ننسى الألوان وننسى الأندية ننسى ونرفع شعار مصر. نرفع شعار مصر جماهير، نرفع شعار مصر لاعبين، نرفع شعار مصر أجهزة فنية، كله يعمل لمصلحة مصر. يمكن يعني لقاءاتنا مع وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي كلنا بتتركز على هذا الأساس. ما قدمناش غير شعار مصر. كويس. لا خلافات ولا تراشقات ولا اللي بيحصل في السوشيال واللي بيحصل ده يشتم ده وده يعمل ده، كل ده مرفوض تماما في الفتره اللي جايه عشان بطوله امم افريقيا ومنتخب مصر. الكل يعمل لمصلحه منتخب مصر. الفتره اللي جايه اعتقد ان الكل سيضع يده يدا واحده زي ما حضرتك قلت، مصر ومنتخب مصر، اللعيبه كلها تحت امر منتخب مصر، وهم قادرون ان شاء الله ان هم يحققوا البطوله دي. قادرون ان شاء الله. ان شاء الله قادرون. انت عندك لعيبه ماهيش يعني طبعا لعيبه كبيره جدا وعلى مستوى المسؤوليه كلهم. قبل كده عملناها مره واثنين وثلاثه، لازم نكرر وعظم مجده خاصه ان هنا على ارض مصر. وان شاء الله فرصه برضو لعوده الجماهير، وده يبقى شيء جميل جدا. المدن المصريه كلها فاتحه ذراعيها لاستقبال المجموعات، وان كانت خلاص اتقسمت المجموعات وعرفت المدن اللي تعرفت اللي هتلعب فيها. كان كله جاهز وكله مستعد وكله بيبذل اقصى جهده، وده لمسناه فعلا من خلال الاتصالات بالمسؤولين والاتصالات بالمسؤولين عن الاستادات وعن الملاعب اللي موجودين في المحافظات المختلفه. فان شاء الله باذن الله منتخب مصر قادر على انه يحقق اللقب ده. ما هوش بعيد عنه ان شاء الله، وفرصه كبيره جدا. فرصه كبيره طبعا، المفروض ما نفرطش فيها. بالظبط. يعني اكيد نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في هذه البطوله، والاستعداد ان شاء الله يكون جيد جدا. اعتقد هيبقى في اسبوعين بس استعداد لهذه البطوله بخلاف الفتره اللي جايه، وطبعا بالتحديد معسكر شهر مارس، لكن ان شاء الله باذن الله عندنا العناصر القادره على تحقيق هذا اللقب الهام جدا جدا لمصر في هذا التوقيت الحالي بالتحديد. وده هيخلينا نتكلم مع حضرتك عن حالة الاحتقان اللي للأسف موجودة شوية ما بين جماهير الكرة المصرية بشكل عام، ورسالة عايزها من حضرتك للجمهور كله، لأن احنا كلنا يعني المفروض اخوات، مفيش ممكن انت تشجع فريقك بشكل قوي جدا بشكل متحمس جدا بدون التطرق للفريق الآخر، بدون السباب والشتائم اللي للأسف ممكن نكون بنسمعها. قبل حدث مهم زي ده حابب تقول ايه لجمهور الكره المصريه كله يعني؟ والله هو جمهور الكره المصريه اعتقد ان هو واعي كويس جدا، واعي اهميه المرحله اللي جايه بالنسبه لمنتخب مصر، وبالتالي وشفناها قبل كده يعني انا عاصرتها وشفناها. لما يكون فريق زي الاهلي بيلعب في بطوله افريقيه ماهيش بطوله محليه، الجماهير كلها بتقف قلبا واحدا مع النادي الاهلي، وبالتالي حصل مع الزمالك برضه نفس الحكايه. ده منتخب مصر بقى، لا اهلي وزمالك واسماعيلي واتحاد وكل الانديه المصريه موجوده فيه. حاله الاحتقان دي سببها معروف، ويعني تداخل وتاثير السوشيال ميديا بشكل كبير جدا على
ووجود بعض العناصر اللي يعني اعتقد مش عايزين نقول اللي بتهوى ذلك او تخطط لذلك، لكن ان شاء الله وقت الجد هيظهر المصري على اصول معدن اصيل. كيف يتم الاستفاده من بطوله الامم الافريقيه سواء قبل انطلاقها او حتى بعد انطلاقها؟ قبل انطلاقها في جزئيه الجمهور بالتحديد واهميه عوده الجمهور للمدرجات في الفتره الحاليه قبل هذه البطوله، يعني بالزبط. اكيد شيء هيكون مهم بالزبط. جدا كمان بعد انطلاقها كيفيه الاستفاده من البنيه التحتيه اللي ان شاء الله من المفترض ان هي تكون على مستوى عالي جدا قبل انطلاق بطوله الامم الافريقيه، وان شاء الله باذن الله تستمر بالمستوى العالي ده حتى بعد انتهاء البطوله. قبل انطلاق حضرتك قلت بنستفيد بعوده الجماهير، بنستفيد هل بتطالب بعوده الجماهير بشكل اكبر في المدرجات الفتره دي قبل انطلاق البطوله؟ بالتدريج يعني بالتدريج عشان نوصل للبطوله، يبقى خلاص كده احنا اكتملنا. لان انت ما تنساش احنا البطوله مقامه في فصل صيف، والصيف عوده المصريين الموجودين في الخارج والسياح الموجودين في مصر، فده كله بيسبب زخم جماهيري موجود في قلب البلد، فبالتالي لازم تعود الجماهير تدريجيا لحد بدايه الامم الافريقيه. البنيه التحتيه بالنسبه للتحتيه لما بعد البطوله الافريقيه، يعني في تجهيز 13 استاد بعد البطوله يكونوا جاهزين برضو تحت امر اي بطوله ممكن او حدث رياضي هام دولي ممكن مصر تنظمه، فده شيء جميل جدا. المهم في الحاجات دي تداخل كل الهيئات الحكوميه الموجوده في البلد لانجاز واخراج البطوله بالشكل الاهم. المشكله ما هياش في اتحاد كوره ولا في وزاره الشباب، المشكله يعني وزاره مواصلات تهيئ طرق، ووزاره مش عايز اقول وزاره التموين تهيئ مواد غذائيه جاهزه، واعتقد ده موجود جاهز. كل الهيئات الحكوميه لازم تتضافر جهودها في سبيل اخراج. انت عندك فرق كم كبير ده عدم الفرق وكم جماهير، الفرقه دي عايزه تروح استاد تتدرب وترجع تاني للسكن، وعايزه تروح للملعب وعايزه ترجع، كل دي يبقى جاهز ومؤمن، واعتقد كل الاجهزه عندنا قادره على اخراج هذا الشكل ان شاء الله. البطوله تخرج بالشكل اللي يليق باسم كبير زي اسم مصر، وان شاء الله كل الامور تسير بالشكل الجيد جدا سواء من ناحيه التنظيم او من ناحيه حضور الجماهيري، والاهم كمان ان شاء الله فوز المنتخب المصري بهذه البطوله. استاذ عاطف علي ورئيس القسم الرياضي بوكاله انباء الشرق الاوسط، بشكر حضرتك شكرا جزيلا ونورتنا وشرفتنا. الشكر لكم يا فندم، الف شكر الف شكر. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده، حلقه الخميس من كلام في الميديا، اتكلمنا في العديد من الامور والاخبار الهامه جدا سواء اللي بتخص النادي الاهلي او حتى كمان بتخص المنتخب المصري، وبعض الاخبار المحليه وبعض كمان اخبار محترفينا في الخارج. استنوني حلقه جديده يوم الخميس القادم من نفس البرنامج كلام في الميديا، الى اللقاء.